بهذا المحلول غتهناو من جميع مشاكل امراض اللثه. بهذا المحلول بصراحه محلول رائع بزاف، ما خاصو يخطا حتى شي بيت، فهو كينفع بصراحه، غادي ينفعكم في جميع انواع امراض اللثه. الا عندكم شي مرض في الفم، واذا كان الفم ديالكم كتكون فيه الرائحه الكريهه بصراحه كيقضي عليها، كيحيد ديك الرائحه الكريهه ومزيان لينا للاسنان. وبالنسبه للحمض ديال الاسنان الا كان كيسيل بالدم فهو كيعالجو بصراحه، محلول رائع ما خاصو يخطا حتى شي بيت. هذا المحلول غادي يهنيكم من جميع مشاكل امراض اللثه وجميع امراض الفم ديالكم من الداخل، فبقاو معايا. واكيد زائد عاوتاني وصفه ثانيه، هاد المره جبت لكم جوج ديال الوصفات، هاد المحلول وزائد وصفه اخرى بمكون واحد لتبييض الاسنان. بصراحه كنت كنستعمل داك المكون ملي كنت باقا صغيره، لحد الان كنت دائما كنبيض به الاسنان ديالي، ما غتحتاجوش انكم تمشيو عند الطبيب ديال الاسنان. اقسم بالله كنت كنستعمل هاد الوصفه وكتبيض لي اسناني ملي كنت انايا باقا نكون ديك 12 سنه 10 سنين، لحد دابا كنت دائما كنستعملها وكتبيض لي اسناني كيف ما كتشوفوا. فبقاو معايا. السلام عليكم اخواتي، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده، ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. ومرحبا بالجميع معايا. اليوم غنشارك معكم طريقه ديال تحضير محلول رائع ذات فائده فعاله باذن الله، بصراحه مجرب مني فانا مجربه وعطيني نتيجه زوينه بصراحه. راه خاص حتى شي دار ما يخطاه هذا المحلول بالنسبه لامراض اللثه وامراض الفم. يعني اللي عنده هكا اللحم ديال السنان ديالو او اللحم ديال الفم ديالو من الداخل كيمرض ليه جميع امراض اللثه، اولا ملي كتمرض هكا شي ضرسه وكتعطينا هكا الرائحه الكريهه في الفم فهو كيحيد الرائحه الكريهه. بصراحه محلول رائع بزاف، وغنعطيكم واحد الوصفه لتبييض الاسنان. بصراحه وصفه انا مجرباها ومن انا صغيره وباقا كنديرها لحد الان، ان شاء الله غنشاركها معكم. وما تنساوش اخواتي الا كنتو من الناس الجداد يلا التحقوا بالقناه فضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بالجميع معايا، فانا محتاجه لكم اخواتي، فقناتي باقا صغيره فمحتاجه للدعم ديالكم وشكرا لكم. دابا غنمروا باش نتعرفوا على المكونات ديال المحلول، الوصفه الاولى وغتبقى لنا الوصفه الثانيه ان شاء الله. وهذو هما المكونات اخواتي ديال الوصفه او ديال المحلول اللي غنحضروا بهم المحلول. هنايا عندي المسمار او القرنفل او عود القرنفل، فبالنسبه للدول العربيه كيقولوا المسمار، وحنا عندنا في المغرب كنقولوا القرنفل او عود القرنفل. وعندي النافع او الشمر والزعتر، ملعقه ملعقه واخا ما يكونوش عامرين. وعندي اوراق الزيتون والمسواك او السواك. بصراحه وصفه رائعه. وهنايا عندي ازير او اكليل الجبل مع الملح الحيه او الملح. صافي عندي كسرونه وضعت فيها كاس كبير من الماء، وغنضيف العناصر اللي عندي. بسم الله على بركه الله كنضيف جميع المكونات. المسمار او القرنفل والنافع اي الشمر والزعتر، صافي نخلط الكل ونوضعهم فوق النار ونخليهم يتبخوا مزيان. صافي نخليو المحلول ديالنا او المكونات كلهم اللي وضعنا في الماء يتبخوا مزيان ونرجع معاكم. ودابا اخواتي بعد ما خليت العناصر او المكونات اللي وضعت كيطبخوا طبخوا مزيان، صافي وخليتهم بعد ما طفيت النار واحد 5 ديال الدقائق، صافي غنصفيهم في القرعه تكون زجاجيه تكون هكا معقمه وناشفه، وغتوضعوا فيها المحلول ديالكم. بصراحه مكونات رائعه. صافي تكون القريعه كتسد باش كتسدوها
وكتحتفظوا بها. ودابا غنشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا المحلول. والطريقه ديال الاستعمال اخواتي ديال هذا المحلول، فانتم كتبقاو تقموه، كتاخذوا شي جغمه كبيره من هذا المحلول يوميا وكتدفيه ملي كتبغيو تمضمضوا به الفم ديالكم. صافي كتوضعوا واحد الجغيمه هكا تكون كبيره في فمكم وكتبقاو ديروا لها بحال هكا. صافي كتبقاو تحركوها في الفم ديالكم كامل مزيان باش كيتعقم لكم الفم وكتمشي الرائحه الكريهه اللي كتكون في الفم. واكيد اللحم ديال الاسنان وجميع مشاكل امراض اللثه كيتعالجوا بهذا المحلول هذا باذن الله. فغير جربوه وتبعوه وداوموا عليه فتبقاو تستعملوه يوميا. بالنسبه اللي عنده المشكل ديال الرائحه ديال الفم والمشكل ديال امراض اللثه فهو كيعالجهم. ملي كتوضعوا المحلول في الفم ديالكم وكتبقاو تحركوه في الفم ديالكم كتخليوه مده دقيقه او جوج ديال الدقائق على الاقل عاد باش كتفرغوا الفم ديالكم. والطريقه ديال الاحتفاظ بهذا المحلول اخواتي، فكتحتفظوا به في الثلاجه وملي كتبغيو انكم تقمموا به الفم ديالكم صافي كتسخنوا غير داك الجهد اللي نتوما محتاجينه، ما تسخنوش كامل صافي، وكتردوا القرعه داكشي اللي باقي في القرعه للثلاجه صافي، وكتبقاو فين ما احتاجيتوه سخنوا منه داكشي اللي غتحتاجوه صافي صافي، وكيبقى لكم حتى كتكملوا. والوصفه الثانيه اخواتي هي الفحم او الفخر، بصراحه هو اللي كنستعمل ملي كنت وانايا صغيره، تقريبا تكون ديك 10 سنين 12 سنه، وانا دائما كنحك سناني بالفخر بحال هكا، كنخط طريف وكنحك سناني بهذه الطريقه، كنبقى نحك سناني كلهم هكا من الفوق ومن التحت ومن الداخل، بصراحه كيحيد الكالكير، كيحيد يعني كينظف الاسنان مزيان. بصراحه انا سمعت هكا بانه كيقولوا بانه اي حاجه هكا حرشه كتقدش كتقمش هكا الاسنان، وملي كتشربوا شي حاجه سخونه اولا بارده كيضركم سنانكم. بصراحه اقسم بالله ملي كنت انايا صغيره ودائما كنديرها وما كيضرونيش سناني، زعما اي حاجه سخونه ولا بارده ما كتضرنيش الحمد لله. هذه هي الطريقه اللي كنت كندير يعني ملي كنت وانا صغيره، كيف ما قلت لكم 10 سنين 12 سنه صافي، بديت دائما هكا كنبقى نحيد ديك الصفوره اللي كتكون هكا في السنان، وبقى لحد الان مثلا مره واحده في الشهر كنديرها، يعني كنقي سناني صافي كيرجعوا بيضين، يعني مره واحده في الشهر تحكوا بها سنانكم صافي. مني كنسالي هكا من الحكام كناخذ شويه ديال الملح بصباعي صافي، وكنمررها هكا فوق سناني والضروس وكل شيء، يعني كنمرر صبعي مزيان هكا صافي وتيرجعوا بيضين كيشعلوا. وبصراحه اخواتي فانا تشاركت معكم من كل قلبي من قلبي الخالص الطريقه اللي كنت انايا كنستعملها يعني من سنين. وانتم اللي ما بغاتش هكا تحك سنانها بالفخر بحال هكا بالطريف ديال الفخر، ممكن انكم تدقوه صافي وتستعملوه مع اي معجون اسنان اللي عندكم صافي، وتوضعوه في الشتاء وتبداو تشيتو به سنانكم مزيان صافي. هذيك هي الطريقه البديله الا ما بغيتوش تحكو هكا بالطريف ديال الفخر، صافي كطحنوه او كتدقوه صافي، وكتستعملوه مع اي معجون ديال الاسنان صافي، وكتنظفوا به سنانكم. وكنتمنى الافاده للجميع، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا لا فيديو. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم وفي الصحه ديالكم، كنبغيكم بزاف الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.